يا بنت يلا فيقي لشوف. قومي حاجتنا التنبلي، اكلنا وعبينا بطننا وراحت علينا نومي. اذا ضلينا هيك اكل ومرع وقلة صنعة رح نموت بكير، رح دق لحياة. عن جد امي مو طبيعية، بحس انها بتعرف كل شي عني. شو بدي اقول هلا؟ خلص رد خلي. الو اهلين امي. بنتي قديش الساعة معك هلا؟ امي معقول اتصلتي مشان الساعة؟ ايه عنا ساعة بالبيت. الساعة 10:30. يلا عالنوم بس اجي بشوفك. حياة انا مو ناقصني جنان. اتركي اياها. فهميني بنتي، انا بعتكم على المشفى كرمال تشتغلوا هنيك يعني؟ رحتوا على اساس توصلوا الحلو وترجعوا بسرعة. انا مالي راجعة امي، ما فيني. صار معنا مشاكل كثير هلا. بيسان رح اعطيكي بيسان وهي بتحكي لك. مرحبا خالي أمينة. خير. شو بدي اقول لك، هداك قرابي ابو صوابي عرفتي؟ ايه كرم بالضبط، رجع فات على المخفر مرة ثانية. لا لا تقولي يا شوفي انت ومشي الحال. خالي أمينة شو بدي امزح معك بهيك شغلة؟ امي وحياة الله قدام عيوننا اخذوا الاشرف على المخفر. شوفي. شو الموضوع؟ ليكي هلا مو فاضيين، برجع بطمنك وبحكي لك التفاصيل بعدين. يلا باي باي. لحظة لا تسكري، لحظة لا تسكري. شو الموضوع؟ العمى سكرت بوشي. يلا احكي. عصبتني؟ مو وقتها صبايا، انا مالي متحمله، انا ما فيني ضل هون هيك، ممكن اموت، يمكن يلزم شي شغله بعدين، يلزم اكل محامي، واكيد يعني بده تياب كمان رح توجعوا معدته لانه معه قرحه، ايده كمان مو منيحه. اسكتي ما في داعي لكل هدول. هلا المحامي كتير ضروري، بس اول شي لازم نتصل باهله لمراد. ما معي رقم حدا منهم، رح اخبر تالا وبتخبرهم. حلو كتير، انت رح تتصلي بتالا وتخبريها، وانت فوتي لجوا جيبي كل التقارير على السريع. ماشي. لازم ناخذهم على المخفر بيلزمونا. تعي نخبر تالا. يا ربي دخيلك. شو صاير معهم؟ انا قلبي مو مطمن هالمره. ولك عم نسمع اشكال الوان عم تصير. ممكن يكونوا وقعوا بين ايدين المافيا العالميه وجماعه تجار الاعضاء مثلي. الله لا يقدر، بعيد الشر عنه. والحراميه بيكونوا معبين الشوارع بهالوقت. يا ربي دخيلك. جماعه الفديه؟ لا، التالين اللي قتلها. قولي. وفي المغتصبين؟ يا ربي دخيلك شو هالحكي، رجلي ما عاد يحملوني. من تحت راسك ضغطي صار 1500 وليه؟ لا وانا اللي سمحت لها وخليتها تروح لهني. شو لازم نعمل هلا؟ شو رايك نروح على الشرطه؟ يلا قومي. ايه حلوه هالفكره، يلا بسرعه قومي. لك استني شوي وليهب، لهن من الاساس قالوا انهم رايحين على المغفر مو هيك؟ ايه بلا قالوا. ايه فهميني شو رح نقول لهم اذا رحنا لعندهم؟ لا تاخذونا، حابين نعرف اذا بناتنا وصلوا لعندكم ولا لسه ما وصلوا. ها والله قلبي ارتاح هلا. ليه؟ الشيء المنيح انه كرم متورط بالمشاكل واخذ جزاته، يعني ما عاد خطر على المجتمع. يا ربي دخيلك. ديك ليش هالضحك؟ عم بضحك عليكي. ليه؟ لانه حكيك كثير معظوم. شو يعني بالمخفر؟ ليش هني هنيك؟ يا الله دخيلك، ومين اللي مشتكي عليهم؟ طيب بأنو مخفر هلا؟ ماشي تالا. طيب بنتي يسلموا. لا 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 انتي لا تتصلي بحدا. طيب خلاص انا رح اتصرف هلا. شوفي عزت اولادنا يا خانم صاروا ينشحطوا على المخافر. انوار كمان ولك وحتى كرم معهم. طب احكي لي شو اللي صاير؟ كان متخانقين مع شلة شباب. يا الله وهلا كيف وضعهم؟ ان شاء الله ما حدا منهم متأذي. اي شو بعرفني؟ لا شو كل هالعياط بهالليل؟ خير ان شاء الله. والله شكله مو خير يا امي. ليش شوفي؟ مراد وانوار عاملين مشكلة وهلا مشرفين بالمخفر. معقول تخلي ولاد عيلة صار سلماز الكبيرة يباتوا الليلة بالنظارة يا عزت؟ كان لازم يحسبوا هالحساب قبل ما يتورطوا ويعملوا مشاكل. يمكن ولادنا ما إلهم علاقة، شو بيعرفنا نحنا؟ شو الفرق يا أمي؟ معلش تفهميني؟ هن اللي بيعرفوا رأيي بهالمواضيع منيح. يا والله ما عم بيرد على التليفون. أكيد ما حدا رح يرد، لأنه بيكونوا أخذوا لهم الموبايلات. وشو لازم نعمل هلا؟ شو لازم نعمل كريمة خانم؟ عزت لازم يتصل بمدير الأمن لحتى يطالعوا الأولاد. ماني بتصل بحدا بنوب، رح أتركوني أقضوا هالليلة بالنظارة لحتى ترجع عقولهم لراسهم. أنت حر، خلي ابنك يضل بالنظارة، بس أنا مستحيل خلي ابني أقضي ليلة واحدة بهيك مكان. هلا في ابنك وابنه يا بنتي؟ شو في داعي لهالحكي الفاضي؟ عاملين لي فيها قطاع طرق بنص المدينة، إذا طلعتهم ما في واحد منهم رح يتربى. أنت سلبي كتير. أنا رح روح طالع ابني من هنيك. داليا
إذا طلعتي من هذا البيت فبدي إياك تعرفي إنه مالك راجعة لهون.